الشهر الرابع من الحرب على غزة، والوحشية الصهيونية تزداد ضراوة عندما لم تجد من يوقفها أو يتصدى لها إلا منظمات وهيئات وصرخات شعوب أدركت حجم الجريمة وحاولت بما تستطيع تقديم شيء للصامدين في غزة. الحرية لفلسطين عنوان مؤتمر نظمته مجموعة من الهيئات الفلسطينية والعالمية، انطلق في مدينة اسطنبول لتقديم ما يلزم على كافة الأصعدة من أجل إيقاف الحرب على غزة. نشارك اليوم في هذا المؤتمر الكبير والذي هو تحت عنوان الحرية لفلسطين والمنعقد في اسطنبول، نؤكد فيه على تجريم الصهيونية وعلى شرعية المقاومة، ونساعد وندعم أهلنا في غزة بما استطعنا به. طبعا هذا التصاعد والتنامي في المطالبة بالعدالة للشعب الفلسطيني وخاصة أهلنا في غزة يتنامى بشكل يعني لافت، ولم تعرف القضية الفلسطينية مثل هذا الزخم من التأييد الشعبي والجماهيري والمنظمات كما تفضلتم. مئات الشخصيات وعشرات المؤسسات من شتى أنحاء العالم اجتمعوا للقول: أيها المجتمع الدولي، كفاك صمتا على ما يجري. بعد سقوط الأندلس لقد كان المجتمع الدولي برموزه الكبيرة متورطة في هذه الحرب، وأنها كانت تريد قيامها وتريد إنهائها بالشكل الذي تريد أن تنتهي إليه، بالقضاء على المقاومة في فلسطين. وهذا هو الأمر الوحيد المفهوم في سياق هذه المعركة، أن هذا المجتمع الدولي متواطئ تواطؤا كاملا مع الكيان الإسرائيلي في فرض هذه المعركة وفي فرض أسبابها وفي فرض نتائجها التي أدت إلى هذه الفاتورة العالية من الدم والموت والقتل. كثير مهم الشعب يكون في الشارع، بس نحن فكرنا أنه لازم نكون مع الحكومات، نواب من عدة مناطق من عدة بلدان، لحتى يعملوا هن الضغط كل واحد في بلاده على الحكومة، لحتى الحكومة تغير الوضع والفكرة عن القضية الفلسطينية. المؤتمر المنعقد على مدار يومين يناقش إيجاد أدوات ضغط فاعلة تدفع العالم على المستوى الحكومي إلى التحرك لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية المستمرة. أمريكا، إنجلترا، بتون باطي، ألمانيا، فرنسا. أصبح من الواضح أن أمريكا وبريطانيا وجميع دول الغرب تدعم إسرائيل بكافة الطرق ولن تتوقف عن دعمها، ولذلك ليس أمام العالم الإسلامي سوى الاعتماد على نفسه وترك الخلافات الجانبية واتخاذ موقف موحد يكون على قدر مسؤولية إعادة الحقوق المسلوبة للفلسطينيين. ويأمل المشاركون في المؤتمر أن تتمكن قوى التعاطف والتضامن مع القضية الفلسطينية من التوصل إلى حل شامل وعادل، ليس لأهالي غزة فحسب، وإنما لجميع الفلسطينيين.